flush فايد لايك ذيس اتس بيتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فلاش تاعي. ان شاء الله تكونوا كاملين لاباس، ان شاء الله كاملين تكونوا بخير بصحة وبعافية. نهائي كأس أمم إفريقيا نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي ونادي الوداد البيضاوي، مباراة في القمة، مباراة كبيرة ما شفتهاش، راح نشاهدها معكم لأول مرة وراح نوه فقط. راح تشوفوا ألوان المباراة مغيرة نوعا ما، هذا بسبب حقوق النشر، ما عنديش حق أني نعرض المباراة في قناتي، ولكن فوفو راح نقوم باتخاذ ولا باخذ ريسك من اجلكم، من اجل المتعه والفرجه، من اجل التعليق. يلا شاهد هذه المباراه مستر لايك، ما تنساوش تفعلوا زر التنبيهات وعلقوا لي في الاسفل، وروحوا الانستغرام تاعي اشتركوا، رابطه موجود في الديسكربشن بوكس. يلا شاهد مباراه الترجي ضد الوداد في المغرب. 1-2-3 انطلاق المباراه. هذا جواد بعض المعلق، نعم المصري، جماهير معروفه، الجماهير المغربيه فاصل على اول في انتظار. طبعا الطاقم التحكيمي هذا اللي سيقول مباراه العوده، اجواء ان شاء الله تكون لقطات قويه تستاهل الفيديو ان شاء الله. يملك بطولات عديده الصعيد المحل، المدرب التونسي، يعني كلا المدربين تونسيين. وداد يدير كرة في الدفاع، وهذا محمد ونجم اسماعيل، خطورة من فريق الوداد، يدخل منطقة الجزاء وترجع الدرجة. تأخر الحداد في دار سامح عبد الله، هاي كرة ممتازة، محمد اللي وصل ونجم، كرة سريعة للشعلالي، الشعلالي هايلة، تأمين من الكابتن خليل، استلام قوي جدا، قوي برشا، قوي بزاف، وحذاري من توتر الاعصاب. كالما مازالت فيه مباراه، خوا ما كانش عداوه بيناتنا، دخول في الاستفزاز من جانب الكره، اوه الضباب، طريقه مارادونا، يعني الاجواء اللي سجل فيها مارادونا هدفه باليد، كانت الاجواء مشابهه للاجواء. هاي الكره، لا كدر الكره، ممتازه، ما شفت ولا شيء. هجمة مرتدة كانت سريعة، ولكن الدفاع دخل. نادي الوداد محتاج الفينيسيون. هذه الهجمة الثانية فيها يعني ارتباك في الخطوط الأمامية. ما نشوف ولا شيء بصراحة، وانتم نفس الشيء، وهذا ليس بفضل يعني الألوان، وإنما بسبب الفيميجان. بطاقة صفراء كذلك أمام الكرة، كرة ثابتة، ترجع. هاي كرة ترجي، وفي احتكاكات قوية بالجملة، وتوتر أعصاب مرة بعد مرة. خوا نسيت القانون، ليك غلق له الطريق. لأنكم تشوفوا الكوارث هي لصالح نادي الوداد، لاعبين أساسيين في نادي الترجي يضيعوا النهائي. ممتاز، أشرف داري في مباراة الملعب الأولمبي، كرة ركنية، حذاري من أخطاء حارس المرمى في مثل هذه اللقطات. الحارس أحمد تيكناوتي، كذلك أشرف داري، بلالي مرة جانبية، الحمد لله، مش مشكل، ارجع للدفاع، الحمد لله الوداديين بطبيعة الحال. هاي لا يدور، عودة للخلف، توزيع، شابو، كرة بالراس، ليها نص على هجمات من هنا وهناك، مباراة شيقة وجميلة. هاي كرة والتوزيع، والحارس بن شريفية يسترجعها. شوف عندهم الزينية تاعهم نادي الوداد، يعني الاطراف ليك، الجهة اليمنى الجهة اليسرى، ما كانش هجوم مباشر، كاين هجوم على الاطراف. اسماعيل يلا فوت موسي رابيت، نقول ولا شيء، ما كانش ولا شيء، كرة ممتازة في العمق، سرعة، والدفاع يدخل. اوه لفوت ميسي رابيت، لفوت ضد يوسف بليلي. لو كان الكرة كانت، لو كان تكون في تركيز، لكان داخل الشباك، اضرب براسك مليح يا صاحبي. شفنا كذلك الحارس احمد، مليحة، معليش، في اختبار من جانب صغيف، ما قال صغيف. مباراة تكتيكية بالأسف، وهذه كانت خطأ من المدافع، ماشي خطأ يعني، كانت كرة مرتدة في المدافع. هاي كرة، الدفاع يدخل، تودي ليس بليلي، ضعيفة،
بنالي هاي البينية ممتازة، دفاع يدخل في الوقت المناسب. بابا 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 ربي يستر ربي يستر يوسف بنالي هاي لا 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 فوت لا فوت لا فوت لا فوت لا فوت لا فوت خطأ، كان تدخل قوي نوعا ما. وبطاقة صفراء لكابتن الوداد رقم 6 نقاش، تدخل يعني ورجله وقعت فوق رجل هذا اللاعب التونسي رقم 8. وما تنساو شعار خوا خوا، كرة خطيرة ولا لا 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 الهدف الأول للترجي التونسي، هدف دخل فرصي مستحق بصراحة، تهاون دفاعي ودادي. معليش 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 معليش، اوه كاين جماهير الترجي، كاين جماهير الترجي تستاهل التحية والتقدير ليك، هدف جميل، اضرب وكمل فرصي. حتى حارس المرمى كان عنده ريفلكس لاباس به يعني بصراحة، ليك بوم عن طريق يا ما عندوش مشكل حارس المرمى، ولكن التغطية الدفاعية ما كانتش مقاتلة وما كانتش حربية. وعنده بطاقة حمراء نادي ترجي. تعديل قبل نهاية الشوط الأول، تعديل أعزائي المشاهدين قبل نهاية الشوط الأول. إسماعيل الحداد اللاعب النشيط، اللاعب الذي سام وجانا وهو يسجل ويشعل جماهير نادي الوداد الحاضرة بقوة في هذا الملعب. مباراة تشتعل على آخرها، ذيك الكرة والتوزيع في الأم، قد الدفاع يدخل ما بعدتش الكرة وترجع إلى الحداد بعد تمريرة يكمل ويفينيشيها بعد كنترول وخطوتين تسديدة على يمين حارس المرمى الذي جلس يتفرج على الكرة، لا بل ارتطمت بالمدافع التونسي. هدف لهدف بين الوداد والترجي والفار، وهنا لقطة لمسة يد، يعني تقنية الفار هذه والله تضيع اوقات وتضيع دقائق جد مهمة في المباريات. علاش؟ باسكو الريت تاع المباراة يكون قوي بعد الفار وإيقاف المباراة ينقص. مخالفة للنتيجة مشاهدينا الكرام، واحدة بلاش يعني الهدف يحذف للوداد، تكلمت في بطل. 1-0 للترجي، معليش هاي كرة 1-2-3 مرة جانبية بوني دي شابا نصير توزيع با 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 اي 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 او لا 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 رفع رجل سيد الحكم بيافون، خطأ خطأ ممكن. بطاقة الصفراء الثانية والورقة الحمراء، نقاش يقاتل ويضيع الإياب بوم. هذا يعني بيافون يستاهل إنذار صراحة، يعني إنذار مستحق. تدخل كان قوي نوعا ما واندفاع بدني كبير. هاي كرة ترجي في لعبه ممتازة، دفاع يدخل ممتاز. خطأ في الإبعاد، جينيور يسترجعها يمرر. شوف الارتباك الدفاعي، شوف الارتباك اللي كنت تتحدث عليه، ما يحسن حظهم انه تيرا جاب الفضاء الخارجي ولكن ارتباك موجود في الدفاع. شوف الارتباك، شوف 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 هاي خرج الكرة باش يخرجوها، لا خرج الكرة بالليلي بدري ممتازة بالليلي الطالونات. يا الله يا وداد، الوداد لازم عليكم تفيقوا، الوداد لازم عليكم تفيقوا بدري والدفاع يتدخل. الوداد خلاص ما بقى لكم ولا شيء تخسروه، ما بقى لكم ولا شيء تخسروه. هاو العكري الاحمر والاخضر ولا الاحمر والابيض. كرة فيلم ممتازة، التمرير والدفاع يتدخل، ما زالت الكرة قائمة والخطورة قائمة. كافوياش رمي الجزاء، رمي الجزاء سيد الحكم، بيناتي سيد الحكم، بيناتي سيد الحكم، الفار سيد الحكم. الحكم عليها ما تبانش الكرة، لمسة يد سيد الحكم، لمسة يد موجودة سيد الحكم، واضحة وضوح الشمس، الكرة كانت داخل الأرض. ما كانش ضربة جزاء، والله ضربة جزاء والكرة كانت في اتجاه المرمى مباشرة. البدري
معلش 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 مازال الوقت والتسديد والحارس يدخل هاي كرة فينام الوداد وكان نفشل بعد هذا الظلم التحكيمي الحدادي نوغو يسدد حسبته هدف حسبته هدف طريقة رائعة الحداد مازال يقاتل هلا كرة الدفاع يدخل محاولة للوداد ودادي الان من الناحية اليسرى يعني حاجة لازم عليكم تلاحظوها في هذه اللحظات جماهير الوداد هي بحد ذاتها سكتت وصمتت وكأنها فقدت الأمل ولكن كرة القدم كما شفنا في كل المباريات تاع السنة في نصف نهائي تشامبيونز ليغ الأوروبي خاصة ما كانش فيها مستحيل تابعوا المباراة هاي كرة ودادي حدادي الهدف الهدف جاء صبروا فقط انا خايف انه يقولنا ضربه انه يقولنا يعني وضعية تسلل ما كاش وضعية تسلل لافوت كره من راس الى راس الى مرمى الشباك الى شباك المرمى وهذا الموت خاصكم تعرفوا باللي ربي كبير ربي كبير ربي كبير ولا يوم يخبطوا حنا نسجلوا حنا ودراعنا الحكم لا 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 للفتنة لا للفتنة لا للفتنة لا للفتنة كما شفتوا اخوتي المباراة سالات برافو انوار رابط الفيديو موجود في الديسكريبشن بوكس اعزائي المشاهدين نهاية المباراة صراحة كانت مباراة كانها نهائي كبير نهائي كأس العالم نهائي كأس افريقيا جماهير كانت حاضرة بحرارة كبيرة بقوة كبيرة برغم الصيام برغم الايام الشاقة اللي يقضيها لاعبين الفريق يعني الفريقين كلا الفريقين يعني التدريبات تحت الصيام الحرارة اجواء صيفية يعني رطوبة والجماهير كانت حاضرة بالألعاب النارية أجواء خيالية رائعة يعني أجواء أفريقية محضة أجواء كرة قدم رائعة خرجت مباراة أسطورية كانت هناك بعض الأخطاء التحكيمية كضربة الجزاء اللي يعني رفضت لنادي الرجاء لنادي الوداد عذرا ولكن برغم ذلك يعني نحن لسنا الأخيار للحكم في مثل هذه اللقطات هناك ناس أهل لهذا الأمر سو نترك هذا الأمر لهذا الناس لا للفتنة خوا خوا المهم كانت مباراة قوية من نوع الفوز للأفضل في مباراة الإياب بالتوفيق غدا لنادي بركان في النهائي يعني الذهاب على الإياب عفوا يعني راح يكون في مصر تلعب المباراة سو نشكركم ما تنسوا اللايك لا تنسوا تفعيل زر التنبيهات وعلقوا لي في الأسفل وروحوا الانستغرام تاعي اشتركوا تهلاو في روحكم بزاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيس اوت نحبكم من القلب للقلب.